similarity and differences between gravity and magnetism. قلنا عندي جرافيتي وماجنتيزم، ايه التشابه بينهم وايه الفرق؟ بصوا معايا، قول لي سيميلاريتي تشابه ايه؟ اللي بوث اوف ذيم ار فورس، يعني بمعنى اصح الجرافيتي دي تعتبر فورس، الماجنتيزم فورس، بوث اوف ذيم ار فورسز قوه. طب وبعدين ايه كمان؟ It is not necessary for object to come into contact. يعني عايز اقول ايه؟ انت مش محتاج تلامس. يعني لو انا عندي ماجنت كده مغناطيس وعندي كده مسامير موجوده اهي، نيل ايرن نيل، مش لازم يتلامسوا، هي بتنجذب على طول. Come into contact، مش محتاجين تلامس. انت مش لازم تبقى واقف على سطح الارض عشان تجذبك، حتى لو طلعت فوق لو قفزت الاعلى بتنزل تاني. فهمنا الجرافيتي والماجنتيزم، بص مالهم، come into contact، it is not necessary، ليس شرط الحاجه تتلامس with one another to get effect gravity or magnetism. هم لهم تأثير حتى لو مفيش تلامس. ايه بقى الديفرنس، ايه الفرق بينهم؟ اللي جرافيتي تاك اني اوبجكت ذات هاز ماس، ركزوا في الحته دي، الجرافيتي اتراكت بتجذب اني اوبجكت هاز ماس له كتله، والجرافيتي از اولويز داون وورد بولينج فورس. دي الكره الارضيه بيبقى داون وورد، بتبقى الايه يا جماعه؟ ها تاثيرها ايه؟ داون وورد ولا اب وورد؟ الجاذبيه داون وورد ولا اب وورد؟ قولوا لي. ها اب وورد، يعني بتبقى الجاذبيه الاسفل ولا احنا بنطير لاعلى؟ لا داون وورد. يبقى الجرافيتي، الجرافيتي اتراكت اوبجكت، اي حاجه لها ماس كتله بتجذبها. الحاجه الثانيه بتكون كمان ايه؟ بولينج، بولينج داون ايه؟ وورد. اما بقى الماجنتيزم تاكت سيرتن ماتيريال اونلي، مش بتجذب اي حاجه، لا 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 لا، سيرتن ماتيريال اونلي، مواد خاصه زي ما نقول الايرن والكوبالت والحاجات دي، تاكت ماتيريال اونلي. ايه كمان؟ ماجنتيزم از كونسيدرد از، بتعتبر ايه بقى؟ بولينج فورس، بول بتجذب. When attract object or another magnet، وممكن بوش، يعني ممكن تجذب وممكن تبعد. وانتوا ممكن تشتروا مغناطيسين وتجربوهم، تقربوهم من بعض تلاقيهم اتراكت ينجذبوا، ولو عكسناهم لبعض هيعملوا ايه؟ ريبيل، بوش. فهمناها دي؟ طيب تعالوا بقى نبدأ سؤالين، مين يجاوب لي على السؤال الاولاني؟ بوث جرافيتي اند ماجنتيزم ار انفيزابل، فورس، هما انا مش مرئيه ولا غير مرئيه؟ الاول اللي احنا بنشوف في الجرافيتي، غير مرئي. هل بنشوف لا المجني؟ اه طب بيقول لك ليه هما ار انفيزابل، جيف ريزون. ها ممكن تبقوا انتوا عارفين الاجابه بالعربي بس نكتب بالانجليزي. بصوا معايا هجيب لكم الاجابه انا دلوقتي. بص، ها بيكوز وي كانت سي ماجنتيزم فيلد. بص، هل انت بتشوف فاكرين الماجنتيزم فيلد؟ لما يبقى عندك كده مغناطيس، لحظه، بيبقى حواليه كده، حواليه الفيلد بتاعته، هل احنا بنشوف الماجنتيزم فيلد ولا بنشوف التأثير؟ احنا شوف بنشوف التأثير، تأثيره. يبقى بيكوز ايه بقى؟ وي كانت سي ماجنتيزم فيلد اور جرافيتيشنال فورس. انا لما تقول لي في جرافيتيشنال فورس اقول لك هي فين؟ تعرف توري لي الجرافيتيشنال فورس؟ بتشوفوها؟ ها؟ لا لا، امال ايه؟ كان اونلي اوبزيرف زير افكت، بنشوف تأثيرهم، ان التفاحه تقع لاسفل، احنا واقفين على سطح الارض ما بنطيرش. طب في سؤال تاني، بوث ار نان كونتاكت فورس، كل منهم اللي هي الجرافيتي وديت نان كونتاكت فورس، يعني مش لازم نتلامس.
ليه؟ ها because they affect object without direct contact، لان هم بيجذبوا الجسم بدون تلامس. معلش دول سؤالين، طب ركزوا بقى معايا دلوقتي كده. هنا بقى ماجنتيك اند نون ماجنتيك ماتيريال. ما كانت بتسالني دلوقتي جونيور هو الايرن ماجنتيك، فبيقول لي في عندي ماجنتيك واند نون ماجنتيك ايه ماتيريال. شايفين الصوره دي كده؟ مش بتقول السؤال ده مش فاهمه؟ لا انا اقصد دمبل تي. Both are non contact. طيب ما انا بقول لك، انت قلت لا اللي قبله. Both are non، يعني ايه are non contact force؟ يعني قوة غير متلامسة. انت ما يكون معاك مغناطيس، هل لازم تلمس المغناطيس بالمسمار عشان يجذبه، ولا هو بيجذبه من بعيد؟ هو بيكتبوا من بيجذبه. بعيد. طيب لما معاك تفاح وتسيبها، بتقع على الارض ولا ما بتقعش لوحديها؟ بتوع الأرض فبيقول لك هم نان كونتاكت فورس. يعني ليه هم قوة غير متلامسة، مش محتاجين تلامس؟ because the effect object without direct contact، لأن القوة ما بتحتاجش تلامس، بس without contact. الماجنتيك اند نان ماجنتيك، الرولر دي تعتبر خشب يبقى ايه نان ماجنتيك. البيبر كليب ها ماجنتيك. الالومنيوم فويل، عارفين ورق الالومنيوم اللي بنلف فيه اللحمه وديت، نان ماجنتيك. الكوبر واير نان ماجنتيك. ماجنتيك. البلاستيك سبون نان ماجنتيك. ده ماجنتيك خلاص، يعني عايز اقول في مواد ماجنتيك وفي مواد نان ايه ماجنتيك. تعالوا بقى كده مع بعض ناخد بقى اسئله على الدرس اللي فات كله قبل ما نبدا الدرس الجديد. ركزوا معايا، هنبدأ من البداية. لحظة بقى، اللي أقول اسمه عشان ما نضيعش الوقت. لحظة، مش عايز حد بقى يتكلم، اللي أقول اسمه رياضي يجاوب. يا مستر. نعم، لا ما حدش يتكلم دلوقتي. رقم واحد يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن. بدي مستر عايز اجاوب او لو اسال. سمحتوا اللي أقول اسمه هو اللي يجاوب. عبد الرحمن. جرافيتي جرافيتي الجرافيتي اند اند ماجنتيك. ماجنتيزم ار سيميلار ان ذات، هما متشابهين في ايه بقى؟ زي ار ريفوليوشن فورس، ريفوليوشن يعني بيطردوا بعيد، ولا زي ار اتراكشن فورس، ولا هما اتراكشن فورس، ولا زي ار فورس ذات اتراكت اول اوبجكت بيجذبوا كل الحاجه، ولا وي كانت سي ذيم. ها متشابهين في ايه؟ ها قول. هي مستر لا الاجابه وي كانت سي ذيم. هل انت بتشوف الماجنتيزم؟ لا. هل بتشوف الجرافيتي؟ لا. يبقى متشابهين في ايه؟ وي كانت سي ذيم. مازن نمبر 2 يا مازن. وين وي ثرو ابول ابورد، لما ترمي الكوره الاعلى. when we لحظه saw لحظه a بس، ball لحظه 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 it be لحظه يا جماعه، flicked سيبوني اقرا الجمله عشان انا بسجلها عشان تسمعوها كويس، وبعدين اللي اطلب منه هو اللي هيجاوب. اقول لك when we throw a ball upward it return back، يعني لو انا عندي كوره رميتها كده الاعلى تروح رايحه وترجع تاني. ايه بيوتو بسبب ايه بقى؟ قول لي اقرا بقى الاجابه. ها جرافيتي ولا الكتريسيتي ولا ماجنتيزم ولا ماجنتيزم والالكتريسيتي، ها بسبب ايه؟ مازن. جرافيتي. جرافيتي، برافو عليك، الجاذبية. يلا يا ريتال، جرافيتي ريتال ذا نقط اوف اوبجكت اند ذا بتوين ذيم افكت اوف جرافيتي فور. اند بصوا بتوين استني بس، الجرافيتي فورس بتتأثر بحاجتين بس، عارفاهم ايه هما؟ مين عارفهم؟ انا قلت لكم قبل كده الجرافيتي بتتأثر بحاجتين، مين عارف؟ ها الماس والديستانس. مش احنا قلنا قبل كده شرحناها بس انتوا ما بتذاكروش. الماس والديستانس، يبقى ذا اوف اوبجكت اند ذا بتوين ذيم، يبقى ذا ايه بقى؟ يبقى الإجابة ايه يا ريتال؟
معايا يا ليتال؟ حضرتك يا مستر. يلا ده اوف اوبجكت، يبقى ايه وايه الاجابه؟ ها ايه ولا بي ماس ولا سي ولا دي؟ لا سي برافو عليك، اللي هي الماس والديستنت. يعني يقول ذا ماس اوف اوبجكت اند ذا ديستنس بتوين ذيم. يلا يا جونيور، نمبر فور يا جونيور، بقول لك ايه؟ ذا فورس اوف ايرث جرافيتي اون ايروبلين بي. بص في طياره اهي، طياره نمبر بي اهي، شايفاها؟ اهي فوق اهي، وديت بلين نمبر ايه. بقول لك الفورس اوف ايرث جرافيتي، ذا فورس اوف ايرث جرافيتي، الجاذبيه في الطياره بي. عندي كام طياره دلوقتي؟ عندي الطياره بي غيرتين وطياره ايه. مين الاعلى، البي ولا الايه؟ البي البي. يبقى لا الايه الجرافيتي سمولر ولا بيجر؟ سمولر زين يبقى سمولر زين. علشان كل ما بتقل بنعلى. كل ما تزيد المسافة. برافو عليك يا إياد. ماجنت كان بي ميد اوف، المغناطيس بيصنع من ايه؟ كوبر ولا جلاس ولا ايرون ولا بلاستيك؟ ها اياد بسرعه. ايرون ايرون ايرون، تمام، برافو يا عبد الرحمن. ذا اريا، ايوه اريا اراوند ذا ماجنت. بص المنطقه انا بحاول افهمكم الاسئله. الاريا اراوند ذا ماجنت، يعني لو انا عندي كده مغناطيس اهو، فبقول لي المنطقه اللي حواليه الاريا دي ان ويتش فورس اللي فيها القوه بتظهر از نون از ايه، اسمها ايه بقى؟ ماجنتيك فيلد ولا ماجنتيزم ولا الكتريك كارنت ولا جرافيتي؟ ها قول لي يا عبد الرحمن. ها ماجنتيزم لا، ماجنتيك فيلد. بقول لك المنطقة المحيطة يا جماعة، المنطقة المحيطة اسمها ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد. بنبدأ يلا يا ريتال. اف 1 بالب، بص في عندك رسمه شايفاها؟ اف 1 بالب فروم ذا فولوينج از بيرند اوت. الاول قولي لي، هي اللمبات ديت باراليل ولا سيريس؟ بارلل برافو عليك، باراليل. فبيقول لك لو في بالب منيهم واحده من دول مالها؟ بيرن اوت، اتحرقت تلفه، ايه اللي يجرى؟ ذا اذر بالب ويل تيرن اوف، هينطفوا لا التانيين ولا other bulb will stay on، ولا هيفضلوا شغالين، ولا هيفضل one شغالين bulb will turn off و other will، واحدة تطفي وواحدة تنور، ولا the battery become stronger، ولا البطارية أقوى، إيه ولا بي ولا ها؟ بي برافو عليكي، the other bulb، واحدة تلفانة يبقى ال other تفضل شغالة. دي فين؟ في البراليل، تمام. مازن تعالوا بقى من ضمن التمارين، انا عندي هنا ذا ايه ترو فولس. نمبر 1 يا مازن يلا، ذا باتري سورس اوف الكتريك كارنت ان ذا الكتريك سيركت. ها الباتري، شوف هي مصدر الالكتريك كارنت في الالكتريك سيركت. لو عندي دايره كهربائيه، هل الباتري هي مصدر الكهرباء؟ ترو ولا فولس؟ ممكن أجاوب أنا يا مستر؟ لا هو مازن خرج حيط. طيب لا، اللي عليه الدور بقى اللي كان مين بعد مازن؟ ها طيب قول يا جونيور. ها جونيور، فولس ها فولس لا يا جماعة، لو عندي هي كده المفروض لام تكون فولس يا مستر؟ وعندي كده باتري، البتري هي اللي بتودي الكهرباء ليها، هي المصدر. ترو. ريتال نمبر 2 يا ريتال، إلكتريك سيركت سن سرين لا لا هنقرا كويس عشان تقرا صح. الكتريك كارنت اسمها ايه يا جماعه الكلمه؟ ها الكتريك كارنت از موف اوف موفينج تشارج بارتكل وزن انسيوليتنج ماتيريال. خليكم معايا، اما يبقى في سلك كده وفي كهرباء،
بقول الحركة بتاعته بتمشي في انسيوليتنج، ما قلناها المرة اللي فاتت، انسيوليتنج ماتيريال، مادة عازلة. ينفع الكهرباء تمشي في الخشب؟ تنفع الكهرباء تمشي في البلاستيك؟ ها قولي لي يا ريتال، ها ترو ولا فولس؟ فولس. فولس. يا مازن ايوه يلا، ماجنتيزم احنا دلوقتي في صح وغلط، اند جرافيتي كان اتراكت سام اوبجكت. بص، ماجنتيزم وجرافيتي كان اتراكت سام اوبجكت، ترو ولا فولس؟ لا تروز. طب استنى، الماجنتيزم صح، لكن الجرافيتي ها بتجذب. على فكره يعني هو ايه، لو جسم ملوش ماس ما تجذبوش، يبقى هي برضه تنفع ترو. برافو عليك، تمام. يلا يا اياد، واير ار يوزد تو كونكت الكتريك سيركت كومبوننت توجذر، يعني لو عندي دايره كهربائيه زي دي كده يا اياد، هل بنوصلها بالوايرز؟ فولس. لا ترو يا جماعه. امال ده ايه ده؟ امال دي ايه دي يعني؟ اللي بيمشي ده ايه؟ دي ايه؟ واير، يبقى المفروض ترو. يا عبد الرحمن، ماجنت بس اتراكت اند نيفر ريبل، بقول لك الماجنت اتراكت بيجذب، نوت نيفر ريبل، وما بي ايه ريبل، ما بيعكسش. يعني ايه يعني ايه؟ بول نوت ترو ولا فولس؟ قول فولس، لان المفروض الماجنت المفروض الماجنت اتراكت وريبل مع بعض. برافو. يلا يا جونيور، ماجنت اتراكت اول ميتلز، هل الماجنت بيجذب كل الميتلز؟ جونيور لا، ازاي بقى؟ ما احنا قلنا الماجنت اتراكت، يقول لي قول لا، يقول لي صمصح، يبقى دي فولس. يلا يا تاني، وي كان سي بوث جرافيتي اند ماجنتيك فورس، هل بنشوف الجرافيتي والماجنتيك فورس ولا ما بنشوفهمش؟ لا مش بنشوفهم. يبقى نقول ايه هنا دي؟ ها فولس، فولس. لان بقول لي وي كان سي. يلا يا مازن، a person in a balloon، في واحد راكب البالون، عارف البالون اللي بيطير ده كده، in the air is affected by less gravity force than that on earth surface. بص معايا، واحد متعلق في بالون وطاير، هل دوت الجرافيتي بتكون less غير اللي واقف على الارض، ولا غلط ولا صح؟ ترو، لان انا كل ما اطلع لفوق الجرافيتي مالها بتقل. يا جو يا اياد، ذا ماجنت كان اتراكت ان ايرن نيل، المغناطيس بيجذب الحديد، مسمار من الحديد، without being in contact، بدون تلامس، ترو ولا فولس؟ فولس. ازاي فولس بقى؟ ده احنا قعدنا نقول، حرام عليكم، انا عمال اقول لما يبقى عندي كده ماجنت وفي مسامير لازم يبقوا كونتاكت متلامس، لا مفيش تلامس، يبقى المفروض دي صح، ترو مش فولس. فهمت يا اياد؟ لا يا مصر. ها؟ لا لقيت ايه؟ يا جماعه ركزوا معايا، ده ايه ده يا اياد اللي انا اسمه ده دلوقتي؟ ده ايه ده يا اياد؟ مسمار ده ايه؟ ماجنت، مغناطيس. ودي مسامير كده، هل عشان يجذبهم لازم يكونوا متلامسين مع بعض؟ ولو هو بعيد بيشدهم؟ اه، ما هو without contact يبقى ترو، فعلا بدون تلامس هو بيجذب. أنا قلت يا مستر، أنا قلت يا مستر اللي هي بيتلمسوا في الآخر اي بس هو لما بعدين بيجذبهم، بص يجذبوا. اتراكت لما يجذبهم، هل بيكونوا متلامسين؟ لا، يبقى دي صح. لا يلا أنا يا حسبتها، عسلان، أنا يلا يا حسبتها ريتال، ريتال نمبر 10 يا ريتال، حضرتك يا مستر. راح نمبر 10، as the distance between object and the earth، لما المسافة بين الجسم والأرض بتزيد،
لا جرافيتيشنال فورس افيك انكريز، هل بتزيد ولا بتقل؟ لا بتقل. يبقى دي فولس ولا ترو؟ ها فولس، فول. برافو عليك يا عبد الرحمن. ماجنت عارفه لسه. ار ميد اوف ايرن اونلي، كلمة اونلي يعني فقط، فعلا. هل الماجنت بيصنع من الحديد بس؟ لا مش لا فولس، برافو عليك. مازن، يلا يا مازن. وي كان سي ذا افكت اوف ماجنتيزم، ممكن نشوف التأثير بتاع احنا ما بنشوفش هل ممكن نشوف تأثيره ولا لا؟ ترو ولا فولس؟ فولس. ازاي بقى؟ دودن. لا ترو، بنشوف التأثير بتاعه الافكت، بنشوف بترو. يا اياد، ماجنت كان اتراكت بيبر كليب، بيبر كليب اللي هي الدبابيس ذات از لوكيتد اوتسايد ذا ماجنت فيلد. بص معايا، ادي الماجنت افهموها، وادي دوت الماجنتيك فيلد اللي هو الاطار، حطينا المسامير بعيد كده، هل ممكن يجذبها؟ ها فولس. اوتسايد، يبقى برافو عليك فولس. كده خدنا سؤال تاني على ترو فولس على الدرس. ايه كمان؟ عندي هنا آخر سنة رايت ساينتفك ايه تيرم، اول واحده يا لسه، جماعه. آخر سنة ما فهمتوش. وايه اخر سؤال؟ مين اللي بيقول ما فهمتوش؟ أنا لسه من بص يا مازن، خليك معايا كده يا مازن. ماجنت، احنا قلنا اما يبقى عندي، بس اجيب لك الرسمه كده عشان اما يبقى عندي ده ماجنت، تمام يا مازن؟ ماجنت، الماجنت ده ايه اللي بيبقى حواليه؟ ماجنتيك فيلد، يعني المنطقه اللي له تاثير فيها. فبيقول لك ماجنت كان اتراكت بيبر كليب، اهو بيجذبه، بس حطها في النص، لوكيتد اوت سايد ماجنتيك فيلد، ده الماجنتيك فيلد، حطيناها بره، هل هيجذبه؟ لا. يبقى خلاص قلنا فولس، اتفهمت؟ تمام. بعد كده هو بيقول لي رايت ساينتفك ايه تيرم نمبر 1 يا ريتال، محرك يا مستر. يا قولي جاوبي. الاريا اراوند ذا ماجنت ان ويتش ذا ماجنتيك فورس ابير، لسه شارحينها، المنطقه دي المغناطيسه اهو، والمنطقه اللي حوالي دي اسمها ايه؟ ها ماجنتيك فيلد. برافو عليك، اهي ماجنتيك فيلد، برافو. يلا يا جونيور، فورس اوف ايرث ويتش اتراكت اول اوبجكت اون ات سيرفيس تو سنتر، هي قوه الارض اسمها ايه؟ ها سهله دي يا جونيور، ها أنا عايز ماجنتيزم لا بقول لك الايرث وكده. يبقى جرافيتي يا جماعة، الايرث فورس يبقى الجرافيتي. يلا يا عبد الرحمن، the force that allow magnet to attract some material without making direct contact. بص، القوة اللي بتخلي الماجنت المغناطيس يجذب الأجسام بدون تلامس اسمها ايه؟ ها برافو عليك، ماجنتيزم، ايوه برافو كده. بعد كده هو اسئله ترو فولس، اول واحد يا اياد، ماجنتيزم از ا بولينج اور بوش، خلي بالكم يا جماعه، الماجنتيزم يا اما بول مستر يا اما انسون. بوش، فورس بول يا مستر. بول. بول يا مستر. بولينج، يبقى ايه بقى؟ يبقى بولينج، بولينج ذا ماجنت is surrounded مستر by انسون. area called الماجنت، بيحط بمنطقه اسمها ايه؟ جرافيتي. ماجنتيزم ولا اسمها ايه؟ ها جرافيتي. ماجنتيك فيلد، اسمها ايه؟ ماجنتيك فيلد. عايز تقول ايه يا مازن؟ ها ماجنتيك فيلد. في حاجه يا هو مازن؟ مش المفروض سؤال نمبر 3، نمبر 3 اللي فوق مش المفروض يكون ماجنتيك فيلد؟ رقم كام يا مازن؟ نمبر 1؟ لا 3 اللي فوق الفورس، هو مش القوه. المفروض يكون ماجنتيك فيلد؟ طب ما انا هقراه معاكم نفهمه. الفورس اللاو ماجنت بتسمح للمغناطيس انه يجذب الاجسام بدون اسمها ايه؟ الماجنتيزم.
قوة المغناطيسية، ما هما هو الدرس عند الجرافيتي والماجنتيزم. معايا ولا لا؟ هنا رقم كام دلوقتي؟ في رقم ثلاثة لخبطوا. قولي يا عبد الرحمن، الجرافيتي از ذا فول ويتش ماجنت اتراكت سام ماتيريال. هل الماجي هل الجرافيتي اتراكت ماتيريال؟ ها عايزين لا الجرافيتي، مش امال ايه؟ ماجنتيزم. برافو عليك، حاضر، ماجنتيزم. اللي فاتحين المايك اللي يفتح بس اللي بيتسأل. electricity is the force affect all objects that has mass. خلي بالك مين اللي بأثر على حاجة اللي لها ماس and attract them to the earth. جونيور، ها الالكتريستي يا جونيور. أي حاجة لها ماس قول يا ريتال. لا الكتريستي. جرافيتي ها الاير يا جماعة، جرافيتي. الاير جرافيتي، جرافيتي، مفيش حاجة اسمها ايرث، جرافيتي. آخر مستر جملة هنا، مستر آخر جملة. The force of gravity is affected by two factors which are distance و color. ها مين عارفها؟ بدل color دي ايه في كلمة؟ الجاذبية بتتأثر بحاجتين، ماس. الماس، برافو عليكي، برافو. الماس، أيوه. في هنا سؤالين بس الوقت يعني يا رب يكفي، ما كفاش هنحلهم وبعدين الدرس نبقى فيه المرة الجاية. على فكرة مش المرة الجاية، يوم الاثنين، يوم الخميس الجاي بعمل لكم امتحان في الجزء الأولاني كله، بعدين هنتكلم نحل الأسئلة دي. جيف ريزون الأول. electric circuit is considered a system. هو ليه الالكتريك سيركت بتعتبر سيستم؟ ها بصوا يا جماعة، because it consists of many components. فاكرين الخلية مش كان فيها مكونات فاسمها سيستم؟ الجسم البشري له مكونات، سيستم. فبرضو الالكتريك سيركت ليه بنعتبرها سيستم؟ لأنها consists of many components. يعني في البطاري كومبوننت، لامب كومبوننت، عشان كده تمام. when a ball is thrown into the، لو رمينا كرة للهواء it will stop، بتجري كده وبعدين تقف وبعدين ترجع تاني. ها ليه؟ going to gravity، بسبب الايه؟ الجاذبية. عشان هيفصل بجاوب بسرعة انا. what happen if force of gravity of the mass of object increase. لو الجرافيتي لو الماس انكريز، الجرافيتي يحصل لها ايه؟ ها الجرافيتي decrease انكريز، فورس اوف جرافيتي ديستانس بس بين انا اوبجكت اند ايرث سنتر، المسافه انكريز. ها decrease جرافيتي ديكريز. please مع decrease هو اول اصدقاء شيء المفروض كده تجيب خلصنا، المفروض بنبدا في الدرس ده، لسه في اسئله تاني.